السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة ميمي دامو الكوكيزا. كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. وصفة اليوم غادي يكونوا بسيطلات ديال الحوت صغيورين كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير، وكيف ما العادة فرجة ممتعة. في المقادير غادي نحتاجوا سمك ابيض من اي نوع، غير المهم خاصو يكون فيلي وما يكونش فيه الشوك. غادي نحتاجو لي كروفيت اللي عندي مقشرين ومغسولين، وكذلك ليمول اي بوزروك، وعندي هنايا الكالامار مقطع مربعات على هذا الشكل هذا، وعندي لي شامبينيون اي الفطر الطري. دائما كيبقى الفطر الطري كيبقى احسن من الفطر المعلبات في المملحات كلهم. وغادي نحتاجو لي سوريمي، وعندي زيتون مقطع، وغادي نحتاجو الحامض المصير، وعندي هنايا شعرية شينوا اللي سلقتها وقطعتها طريفات ودهنتها بشوية ديال الزيت باش ما تلصقناش، وهنا عندي ثلاثة ديال الدروسة ديال الثومة. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الهريسة، وغادي نحتاجو كذلك صوجة اللي عندي مخلطة هنايا، صوجة حلوة وملحة وشوية ديال القزبور والمعدنوس. هنايا عندي الزبدة. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو البابريكا، سكينجبير، وشوية ديال الإبزار، وكذلك غادي نحتاجو زيت الزيتون. ندوزو لطريقة التحضير. وغادي نبداو باول مرحله، غادي نحضروا الشرموله ديالنا اولا التتبيله ديالنا. غادي نطحن كل شيء في هاد الاشواغ. غادي نطحن سيترون كونفي اي الحامض المصير، وغادي نضيف عليهم ثومة، وهنا عندي القزبور والمعدنوس كيف ما ذكرت معاكم في المقادير. غادي نزيدو نطحنوهم، انا ديجا عندي مقطعين قصصتهم، وغادي نزيد نطحنهم مزيان. غادي نضيف داك المعلقه الكبيره ديال الهريسه، نتوما غيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم، بغيتو تنقصوا بغيتو تزيدوا كيبقى لكم على حسب الذوق. وغادي نضيف التوابل، وهنا غادي نضيف ثلاثة ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نعصر نص حامضه، انا بستيلا كتعجبني تكون على الطيبه ديال الحامض، نتوما غادي يبقى لكم على الاختيار، بغيتو تزيدوا تزيدوا بغيتو تنقصوا كذلك يبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. وغادي نطحنوا التتبيله ديالنا. صافي، هذه هي شرموله اللي غادي نستعملوا في البسطيله. دابا غادي نضيف لها داك صوص صوجا الحلوه وصوص صوجا المالحه. انا عملت جوج معالق كبار ديال صوص صوجا المالحه وجوج معالق كبار ديال الصوجا الحلوه. صافي، كنخلطوا المكونات وكنبداو ندهنوا الحوت ديالنا اللي غادي ندخلوه هنا الفران على 180 درجه. بالنسبه للمده ديال الطياب انا ما خليتوش المده طويله لان الحوت دغيا كيطيب، خليته غير شويه بيد ما طاب لي شويه من الداخل وخرجته. وها هو الحوت ديالي بعد ما خرجته من الفران. دابا غادي نبدا نفتته غير بشويه بشويه باش غادي نحافظوا على الحجم ديالو، نخليو الطروفه يعني باينين. غادي نبداو نهرسوا فيه غير بهذا الشكل هذا، ونحتفظوا به جانبا. وهنا سخنت المقله ديالي وضعت فيها طريف ديال الزبده، وغادي نخليه يذوب، وغادي نبدا نشحر لي كروفيت هما اللوالا. دائما القمرون اولا لي كروفيت خاصهم يكونوا النار شويه عاليه عليهم، هكذا ما كيصغروش وما كيطلقوش الماء ديالهم، كيبقاو محتفظين على الشكل ديالهم. وغادي نزيد عليهم جوج ديال المعالق كبار ديال الشرموله اللي حضرنا مع بعض، وغادي نبقاو نحركو فيهم حتى يطيبوا لنا، وغير نحسوا بهم طابوا صافي نزولوهم من المقله. ما نبلغوش في الطياب ديالهم لان لي كروفيت ما كيستحملش الطياب بزاف حيت كينشف.
وبعد ما حيدنا لي كروفيت في نفس المقله ضفت طريف ديال الزبده وغادي نبدا نشحر لي كالامار ديالي وغادي نضيف عليهم جوج معالق كبار ديال التتبيله ونخليوهم يطيبوا كذلك غير شويه ونزولوهم ونضيفوهم على لي كروفيت اللي سبق لنا شحرناهم. وفي نفس المقله كذلك ضفت طريف ديال الزبده وغادي نشحر ليمول اي بوزروك، حنا كنقولوا له بوزروك في المغرب، وغادي نضيف لهم لي شامبينيون فري وغادي نشحروهم مع جوج معالق كبار ديال التتبيله وكنخلطوا العناصر ونخليهم يتشحروا مزيان وكنضيفوا لهم الزيتون بالعظام واخر حاجه كنضيفوا لها هي الشعريه الصينيه. فبالنسبه للشعريه انا استعملت العلبه اللي فيها 100 غرام صراحه كفاتني وكنضيفوا الكميه الاخيره ديال التتبيله او الشرموله وكنخلطوا العناصر. وبعد ما طبطنا الحشوه ديالنا دابا غادي نضيفوها على لي فروي دو مير. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا انا خلطتها وغادي نضيف الحوت ديالي اللي طيبته في الفران بعد ما برد وشبر راسه واخر حاجه غادي نضيف لي سوريمي وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه. فبالنسبه للمذاق نتوما غادي تذوقوا وتشوفوا واش ناقص الملحه او خاص شي حاجه غادي تزيدوها. دائما الملحه كتبقى على حسب الذوق، غير شنو في هذه الوصفه هذه ما تكثروش الملحه لان احنا ديجا مستعملين لاصوص سوجا مالحه. فهذا هو الشكل ديال لافارس ديالنا وغادي ندوزو باش نعمرو البسيطلات ديالنا. فكاينين بزاف ديال الطرق باش نعمرو البسيطلات، نقدروا نستعملوا المول ديال لي تارتوليت اولا لي سيركل اللي كنستعملوا بهم الحرشه اولا زليفه اللي ما تكونش يعني عريضه. انا غادي نستعمل هذا المول هذا وغادي نحتاجو البيض ديال البيض والزبدة المدوبة وعندي طبعا الورق ديال البسطيلة اللي دهنتهم بالزيت فوالا. وكان شي مرة كنطيحو في شي وريقات كيكونوا مقطعين فكنقطعوهم مربعات وكنحتفظو بهم، غادي نحتاجوهم حتى هما ما كنرميوهمش. وكندهنو المول ديالنا، صراحة انا ما عنديش شي طريقة يعني سبيسيال اللي كنطوي بها، كنطوي بشكل عشوائي يعني كيجيوني مدورين. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنعمل باش غادي نطوي البسطيلات ديالي. دونك كنحطوا لا فارس وكنثبتوها مزيان في الجوانب، كنضغطوا عليها بهذا الشكل هذا صافي وكنبداو نلويو بهذه الطريقه هذه وكنبداو ندهنوا الجوانب بالبيض ديال البيض صافي وكنبقاو مستمرين هكذا حتى كنجمعوا البسطيله ديالنا. هانتوما شوفوا طريقه سهله، يعني كنشوف بزاف ديال الناس كيبقاو يعرقلوا اولا عندهم شي شدات سبيسيال ديالهم، انا صراحه ما عنديش شي شده سبيسيال كيف ما كتشوفوا، ها هي عاديه وسهله، غير المهم تكون مدهونه مزيان وتكون مزيره مزيان صافي. كنشدوها مزيان بالبيض فوالا، هذا هو الشكل ديال البسطيله ديالنا وكنحطوهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران، كندهنوها بالزيت باش ما كيلصقوناش وغادي نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما كنحطوا داك الورقة الأولى وكنحطو داك الزوائد اللي كيكونوا عندنا يعني اللي حيدناهم من الوريقات الأولى اللي لقيناهم مقطعين صافي وكنبقاو نعمرو بسيطلات ديالنا وكنبقى مستمرة هكذا حتى كنكمل الكمية ديال البسيطلات.
وبعد ما كملت الكمية ديال البسيطلات دابا غادي ندهنوهم بالزبدة باش كيجيونا محمرين ومقرمشين، وغادي ندخلوهم للفران على 200 درجة وغادي نردو البال معاهم باش ما كيتحرقوناش وكيجيونا بلون ذهبي. وها هما البسيطلات ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران، شوفوا ما شاء الله لا كولور لي فيهم، راهما مازالين سخونين. غادي نزينهم بالسيترون وغادي نضيف لهم كلكو كروفيت وغادي ندوزو لطبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا، صراحة كيجيو رائعين ومقرمشين ولذادين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا، وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. دائما الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق وبارطاج للفيديو مع الاهل والاحباب، واللي اول مرة كتزور القناة كنقول لك مرحبا بك. اذا عجبتك القناة تشارك معايا وتضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. شكرا على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى حسن المتابعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، تهلاو لي فراسكم، خليتكم على خير وإلى اللقاء.